انتي شبابي عيشتيني في الدود، حيه عليا كل يوم نحيا ونموت، طال الحال مبغاش عليا يفوت. هرايي هرايي بغيتي لكمل وقلتي لي صاي، وانا في عشقك وحدي مبطيت، همتيني وقلتي داير رايي، هوادي قلبي متوحشها في خاطري نلغلها، يا ضربة واحدة قطعوا خبرها، شصرالي وشصرالها، وعدي يا قلبي يا وراها، يا قاع ما بنت ليش، هي راحت كي بغيتوني نعيش، به ننسى قلبي ما خلانيش، هوادي يا قلبي. الله الله عليك، برافو هيفا، ميرسي. صوت ما شاء الله، الله يخليك. صحة عيدك، ان شاء الله تكوني عيدتي بخير. الحمد لله يا ربي، صحة عيدك، صحة عيد كامل الجزائريين. اعزائي عزيزاتي المشاهدات، مرحبا بكم معنا في برنامج الصيف، ضيف لاح يطلع عليكم من الحد الخميس عبر قناتكم، قناة كل الجزائريين الجزائرية. وان نقول لكم صحة عيدكم الاعزاز الغاليين، صحة عيد الجالية تاعنا اللي راهي خارج الوطن، نقول لكم عيد مبارك مام للمرضى تاعنا اللي راهم في المستشفيات، ندعي لهم ربي ان شاء الله يشفيهم. نقول صحة عيدكم لكل عمال الجزائرية. وان ونعود نرجع لك هيفاء، كيفاش جوزتي العيد تاعك؟ الحمد لله يا ربي، كي العاده ككل عام. اليوم العام اللي فات وهذا العام كانوا شويه سبيسيال مع لي كونديسيون تاع كوفيد وكامل، لكن الحمد لله مازالت العائله ملمومه، مازالت الافراح الحمد لله يا رب العالمين. الحمد لله. نقول للناس اللي ما تعرفش هيفا، هيفا قدمينا نفسك. الوغ هيفا شو ان جون ارتست اللي بدات لا ميوزيك اون 2014، جيتي اون ديكوفرت على راديو مع يزيد ايت حمد الله يرحمه. الله يرحمه. دونك بديت بلي كوفر، بدينا نطوروا شويه في دومين ميوزيكال، تعلمنا بوكو دانسترومون دو ميوزيك، اي فوالا اوني لا اليوم الحمد لله يا ربي. مرحبا بك معنا، واكيد الجمهور راح يستمتع بلافوا ديالك وهذا العزف. الوغ نروحوا نشوفوا صبر اراء ونعاودوا نرجعوا لكم حول موضوع اليوم. كيما قلت انت، الثقافه تاع المضافه شويه ناقصه اخونا، باسكو علاش؟ باسكو حنا الشعب تاعنا هذا يتكل على هذا، شغل كل واحد يتكل على واحد، هذا يحط زبل تاعو قدام بابو، هذا قدام بابو، هذا قدام بابو، وحنا في الحومة عندنا سبوس تاع وين يرموا الزبل، راك فاهم خو؟ صافي دو كل واحد كي يرمي الزبل قدام بابو، واش هو يستنى زعما؟ زعما كاش اللي يفوت ولا من غير هو؟ أول شيء حنا كشعب مسلم المنظفة تكون عندنا كأولويات، هذه الحاجة الأولى، بمعنى إنسان يتوضى خمس مرات في النهار أوتوماتيكمون حيكون نقي، هذه الحاجة الأولى. دوزيامون لازم تكون عندنا ثقافة من الصغر، الدراري الصغار ربيهم على هذا الشيء. بريمار حنا طالعين ماشي شرط لا يكون ما في الدار، لازم تكون التوعية هذه. ومام كما نقولوا الدولة وما يشبه يوفر لنا شوية وسائل، الإنسان مثلا تروح الغابة ولا يخلوا دي باني هكذايا، مي الشعب تاعنا على كل حال يكسرهم على كل حال. ومام ويكونوا شوية تحسينات هكذا تحسن الحالة، حنا هنا ملاح على كل حال، مي لازم ثقافة، هي هذه قضية وعي. بكل صراحه وبكل صراحه الفرد الجزائري يفتقد كثيرا لثقافه النظافه، لانه اذا بدانا احنا بثقافه من ديارنا اوتوماتيكمون الثقافه راح تعم الحي وتعم البلديه وتعم الولايه. اذا نظف انا قدام داري ويجي ناخذ نظف قدام داري، الحي يتنظف، واذا تنظف الحي تنظف البلديه، واذا تنظف البلديه تنظف الولايه، وبالتالي نحن كافراد وكمواطنين مسؤولين عن النظافه في حينا وفي بيوتنا وفي وطننا الجزائر. النظافه في المجتمع الجزائري ما نلقاوهاش منعدمه كاع في المحيط تاعنا. في المجتمع تاعنا دا ما كاش نظافه، باسكو شنو ما يتعندوش على حاجه مليحه، يتعندو توجور على حاجه عيانه، و سيرتو في لابلاج كي يخدم كي وسموه كي يروح لابلاج يلقى الخماج، تلقى الخماج تلقى كذا، على جال من هذا، على جال الشعب تاعنا ما يلمش وسخو، يرمي قرعه منا بعد تتلم تلقى الحاله مسخه قايتي، واش تولي زيكو، تولي عفن، ما تولي لك مرض. النظافة من الإيمان والأوساخ ومن الشيطان، إن النظافة واجب علينا كلنا ويجب المحافظة عليها حتى يكون وطننا نظيفا. ورجع
رجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد ما شفتوا موضوعنا اليوم اللي هو ثقافة النظافة عند الجزائريين. نعود نرجع لك هيفا، مرحبا بك معنا، مرحبا بضيوفنا اللي التحقوا بنا اليوم. أوركستر سيدي نايل، وليد طعبة مغني، مولود دكال، عازف على آلة الجيتار ومغني أيضا. نعود نرجع لكم. جست حبيت نسقسيك هيفا، وش رايك في ثقافة النظافة عند الجزائريين؟ والله صراحة ما يخفاش انه احنا هاد لي ديغني طون سافا بدات ديفلوبا شويه الثقافة تاع النظافة، ولينا نشوفوا جمعيات، ولينا نشوفوا حملات تحسسية، ولينا نشوفوا ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي اللي يهضروا على النظافة، اللي يحاولوا يديروا تحسيس بالنسبة للناس، يقولوا لهم نقيو، مام كي يروحوا زعما يوريو بلايص جداد ولا يقولوا لهم دائما ما تخلوش الوسخ موراكم، نقيو من هكذا. لكن مالوغوزمون مازال رانا بعد شوية باش تولي الحالة نقية كيما لازم، مالغري كو اكتويلمون رانا مع لا كريز تاع الكوفيد، رانا وين لازم النظافة تزيد يعني الدوبلة. وكيما شفتوا مع العيد كاين الحمد لله كاين الناس اللي يذبحوا في ديارهم، يعني نقص شوية بارابوغ الأعوام اللي فاتوا، لكن كاين الناس اللي تاني يذبحوا برا، يخليوا الوسخ تاعهم، يخليوا هذاك الدم، يخليوا يعني كاين وين مناطق وين ينقيو، وكاين الناس اللي يخليوا تانيك الأوسخ تاعهم موراهم مالوغوزمون. وي هذه ظاهرة نتأسفوا لها بزاف. على كل حال احنا شعب جزائري مسلم، كما يقول لك اقلها حاجه نتوضاو 5 خطرات في النهار. صحيح. مي مالوغوزمون كاين هذه الظاهره كما قلتي هيفا، سورتو في لا بيريود هذه تاع العيد، على حساب واش قلتي، كاين اللي يخليو حشاكم، يخليو هذاك الوسخ موراهم، كاين اللي يخلي الهيادر، كاين اللي يذبح وما يهموش واش خلى من وراه، الوغ كابابل يجي الجار ينقي له، كابابل. وكاين ثانيك وين يتلموا الجيران، كاين حومات وين تصيب الجيران يتلموا يتعاونوا ينقيو كيف كيف. دايوغ نهضر على روحي شخصيا، في الحومه تاعنا كاين رجال هما اللي ينقيو الدواره، يوجدوا كلش، ينقيو دايوغ يشوطوا مام بوزلو في تحت ويتعاونوا ينقيو الحومه قبل ما يطلعوا لديارهم. هذه ظاهره مليحه، ان شاء الله كل الجزائريين يكونوا كيما يقول لك ياخذوا العبره، سيرتو كي رانا في لا بيريود تاع الكوفيد ايتو، يعني هي النظافه على العام ماشي بركي كاين هذا لو بروبليم تاع الكوفيد، مي دو بريفيرونس اكزاكتومون. والله واش رايكم؟ كما احنا نشوفوا في النظافه تنعدم، انعدام النظافة، الشعب عاد يشوف في صوالح ما يشوفش في النظافة برك، يشوف حاجة وحدة أخرى، فهمتيني؟ مالوغوزمون كيما نقولوا النظافة مع الكوفيد انعدمت سيرتو كي رانا في هاد لابيريود هادي. ثاني في لي كارتي احنا كيما كنتي تقولي كانوا شغل الناس ينطوايو كارتي كاع مع بعضهم ويتلموا، هذه ثاني احنا عندنا وماذا بينا تكون الوقايه كاينه، ماذا بينا يروح هذا الكوفيد كاع، نكونوا كاع مع بعضنا ونكونوا كاع كونتر هذا المين. على فكره انتم ناس الجلفه ياك؟ وين ناس الجلفه؟ نحيوا ناس الجلفه ونقول لهم صحه عيدكم. تما راه الحاله كيما يقول لك رانا نقولوا كاين وكاين فينا وعلينا. صح. وعلينا صحيح. ان شاء الله كيما يقول لك ان شاء الله كل واحد فينا يدير برك واش يقدر، كل واحد فينا ينقي برك بلاستو، هنا سي ديجا بوكو. نعاود نرجع لكم ضيوفي الكرام، مازالت قعدتنا متواصله، تبعوا معنا مشاهدينا الكرام، مازالت قعده حلوه بزاف 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 مع لوركاس تاعنا ومع شيماء. جنقل ونرجع لكم. طفلة ديري حسابك للخطرة، قلبي مشوّر لصفر رايح، لازم نعمل بيك دارة في الصحراء ونشقو ذاك الغمام اللي طايح. اي اي أي أي أي
جيتاني جيت جبت ندنية ونعيط لأهل البيت اللي فيهم دنية. أني جيتاني جيت جبت ندنية ونعيط لأهل البيت اللي فيهم دنية. هاهو جاني للدار هاهو جاني عيناني قطاني سبع بحور بعلام الجلالي. هاهو جاني للدار هاهو جاني عيناني قطاني سبع بحور بعلام الجلالي. هي 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 بيبي خلاني سهران ودليلا. هي 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 بيبي خلاني سهران ودليلا. هي برافو برافو عليكم. هيك معليش لا علينا. نعاود نرجع لهيفا. نورتينا. الله يسلمك بنورك. الله يبارك عليك. يعيشك هيفا ربي يخليك. هيفا وقتاش كانت بدايتك الفنيه؟ الوغ البدايه الفنيه تاعي كانت انا من صغري نحب الموسيقى. من صغري دائما نهبلهم في الدار جيبوا لي جيتاره جيبوا لي بيانو جيبوا لي كذا. دونك دائما كنت نحب لي زانسترومون ميوزيك. يعني تقدري تقولي ملي صغيره كنت نغني لكن نغني غير في الدار ولا كيجيو هكا الناس ولا بابا زعما بكري حاب يزوغ بيا هكا يقول لي غني لهم كذا. اي اون 2014 جست لا بروميير فوا معايا زيد ايد حمدوش الله يرحمه في سيريال داكور. دونك جات بتمسخيره كنت نغني مع صاحبتي فيلماتني بوستاتها شافها قال لهم عطولي لي كوردوني تاع هاد الطفله. عيط لي قال لي فوالا راني حاب تجوزي معايا في ليميسيون تاعي ومنها بدات. دونك بديت لي باساج راديو باغ لا سويت زدت درت ديسان معاه الله يرحمه. جي بارتيسيبي تانيك في الكوليكتيف تاع سيدا معاه اون 2016 اي فوالا تما وليت نجوز سوفون في لا راديو في لا تيلي حتى ل 2020 وين درت لو بروميير سينجل تاعي. الله يبارك ما شاء الله. نعاود نرجع لكم وليد ومولود. وقتاش كيفاش اكتشفتوا الموهبه اللي فيكم؟ باغ اكزومبل وليد كيفاش عرفت روحك باللي تغني عندك هذه الموهبه ولا شكون اللي اكتشفك؟ جينيرالمون كي نبداو هكا كي تبداو بليتو يقول لك في الليسي ولا في المدرسه ولا انت وقتاش بديت؟ انا بديتها في البريمير. البريمير؟ ايه البريمير كنت كنعودوا ندخلوا نغراو فهمتيني شكون كي يخرج الاستاذ ندوروا قاعدين ونبداو نغني. كنت انت الشونتير فيهم تما اكتشفت الموهبه تاع الغناء. دخلت الانشاد. داكور. دخلت الانشاد في ولايه الجلفه خدمت شويه وبعدين لقيتها ما كانش الدعم فهمتيني ناقص بزاف. ناقص ايه بدلت قلت نبدل الستيل لقيت في الشرقي وفي الراي خير. حسيت روحك بليز عليس في الشرقي وفي الراي هذا هو الستيل اللي تحبه. الستيل تاعي سي صح. وانت يا كيفاش بديت الموسيقى؟ عندي حكايه معها. الموسيقى شتي البحر اللي وراك هذا البحر نشوفها بحر باسكو ملي كنت صغير كاع نحبها موسيقى. قريت موسيقى تعلمت صوالح مازال ما قريت موسيقى كان مونك شغل لقيت فيها بزاف بزاف العلم بزاف الخدمه فيها ريبيتيسيون فيها طاقه عندها بويسونس. وقتها بديت عندي واحد 7 سنين 8 سنين بما انه ما كانش شريت جيتاره. نعم هذه الجيتاره بديت نتعلم وقتها ما كانش يوتيوب ما كانش شغل نسمع ونعاود في الموسيقى. اول اله موسيقيه بديت تعلم فيها سي بيان لا جيتار. سي لا جيتار وي ابخي تعلمت فيونو في المعهد العالي للموسيقى تاع ساحه شهداء. قريت سبيسياليتي فيونو وقريت بيانو باسكو صعيب صعيب هكا باش تلقى روحك سيرتو في مناطق كيما الجلفه ما كاش امكانيات. نو ماشي حكايه امكانيات كيما الصحراء عموما ماشي الجلفه برك. نو ماشي انعدام ما كاين نقص. نو كاين نيه وكاين بزاف كاين خدمه. جيت لساحه شهداء هنايا قريت تما كوميم درت هذاك لو با باش تنجح. لو با تقرا تفهم شي صوالح اللي حاب تفهمهم. وسافا ميو. او بيان. وابار لا جيتار شنو هما الالات اللي تعزف عليهم؟ كاين ابار لا جيتار تعلمت قنبري.
قنبري خطره هبط جانت لقيت واحد عنده قنبري شديت قنبري بديت نلعب ريتم سي هذيك الاله الموسيقيه اللي نشوفوا الصحراويين يعزفوا بها هي تاع المروك هي تاع قناوه ستيل قناوه دوماج مايش معانا دوماج مايش معانا هي اصلا في الصحراء خليتها عند صاحبي في الصحراء يلا تقدموا لنا ديو كيف كيف نقدموا لكم تفضلوا اسمحوا لنا عندي طلب نقدروا ندخلوا هيفا معاكم وي بيان سور تكلوا على ربي هيفا العبي فيلمي ميمينور تاع بابور لوح بابور لوح عندك ميلاسي كفت لنزيج نرا خوفت لنزيج نرا وتروح صورته من بالي خاطريت منه خاطريت منه ويجي جلاس ويجي جلاس قبالي 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 يا بابور اللوح درتي جمرة فوق الروح يا بابور اللوح دري جمرة فوق الروح وقلبي مجروح ديتلي الغزالة البعيد وقلبي مجروح ديتلي الغزالة البعيد يا بابور النار رتي من كحلة الشفا يا بابور النار متي من كحلة الشفا يا الزين المسرار يا الزين المسرار يا الزين المسرار ماني ناري تشرب تزيد قولوا يا بابور لوح درت لي جمرة فوق الروح وقلبي مجروح قلت لي الغزالة البعيد وقلبي مجروح قلت لي الغزالة البعيد يا بابور نار حرت لي من كحلة الشفار يا بابور نار حرت لي من كحلة الشفار يا الزين المسرار يا الزين المسرار يا الزين المسرار ماري نوري تشعل وتزيد يا الزين المسرار مقواني سهران القمر ونجوم تبان وانت يا فرحان جيت وخليتني وحيد وانت يا فرحان جيت وخليتني وحيد راح شعار السود الباب والقد المكدود راح شعار السود الباب والقد المكدود حاجب المجبود حاجب المجبود حاجب المجبود راهي ناري كاين حاجه نتفاهموا عليها هذا ماشي ديو صح هذا ماشي ديو نعاودوا نشوفوا ديو اون فات فهموا لا شونسون اللي تقدروا ديروا لنا بها ديو يحصل عليك يا الدنيا لا لا نجيبوا واحده واش رايك هيفا ديو واش حافظه لحظه الوداع يلا متعونه مع هذه القعده الزينه هذه والناس ما عندهاش بزاف من اللي عيدت جيبوا عقيل وسالوا لي عليها جيبوا لي اخبارها ولا راهي مغبونة ولا مهنية ولا مازال هتجبد عليا ولا خلاص راهي ناسية ما تحكولهاش صرفية باللي نسوك كاين توحشها يا شيرة ولات لي سيت نادر تبغيني سيبا باسكو شفيتها ومازال مازال عشقك في البال سكبو حال اللي سيتينا ويلا طوال الأعمار روحك مثل قدار بلك شمار حياتي بلبيك غبينا معيشة مرة ميزيرية وتقول
ربي خلقك غير التيا غير التيا غير التيا يا حياتي بلا بيك غبينا معيشة مرة ميزيريا وتقول ربي خلقك غير التيا غير التيا غير التيا ومازال مازال عشقك في البال نسيك محال يا نسيتينا ولا طوالت الأعمار حكمت القدار بلكش نهار جيت سقسي علينا برافو 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 مام بيبليك اللي راهو خلف الكاميرات راهو يحييكم راهم كامل واقفين وهم يسقسوا عليكم بارك الله فيكم وما زالت قاعدتنا متواصلة أعزائي المشاهدين وما زال هاد الضيوف الحلوين راهم معنا بيان سور نروحوا لروكن كولتوان مع زميلتي سارة ونعاودوا نرجعوا لكم مرحبا بك زميلتي سارة خير لميس مساء الخير كل متتبعي الجزائري وان مرحبا بكم معنا في هذه الامسيه وفي هذا العدد الجديد من برنامج صيف ضيف وجبتي لنا اليوم جديد ساره كوم دابيتود دائما قبل ما نبدا نقول صحه عيد كل الجمهور ولا الشعب الجزائري وما ننساش ثاني عائلتي اللي كنت بعيده عليهم هذا العام نقول لهم صحه عيدكم وما ننساش ثاني زملائي في قناه الجزائري وان صحه عيدك ساره راكي 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 مع العائله تاعك هنايا بيان اوفيسيال ما كليتيش عصباني مالا ولا تعرفي طيبين ساره بيناتنا والو هاد العام سبيسيال دجاج هذيك هي معليش ساره كل شيء يفوت ايسونسيال نعيدو بصحه ولهنا كي عيدنا بصحه ولهنا وراكي بصحتك الدنيا وما فيها مخلوفه ان شاء الله ان شاء الله يا رب الفاميليا كاع بخير الحمد لله هذاك هو الصح هذيك هي النعمه صح صحه برك كل شيء يجوز تفضلي ساره الوغ في لا روبريك تاع نهار اليوم راح نحكي عن ان جون رياليزاتور اللي اسمه سليم تونسي هو من ولايه بسكره شارك في مسابقه الجزيره الوثائقيه للفيلم العربي دونك تم اختياره من بين هو المسابقه شارك فيها 200 فيلم تم اختياره من بين 10 افلام اللي تنافسوا على لقب الفيلم اسمه مصوري ويحكي على اشهر مصور في ولايه بسكره دونك نروحوا نشوفوا كالكوز اكستريم من هذا الفيلم ونعاودوا نولي كاينين شباب صورتهم وراحوا وخرجوا من بسكرة ويروحوا ويولوا ويجوا ويقول لك صورنا عندك وكسما مازال عندك ليزارشيف ولا وكنت حاكم ليزارشيف تاع لي فوتو مازال عندي لي كليشي وانما ما عنديش الامكانيات باش نخدمهم عليكم السلام نعم جيت دير لي فوتوكوبي قالت لي على التصويره ولا ما تخدمش هات نشوف هذيك تاع ذاك ها تاعك تاع لازم تعاود تصور كون عاود لك عليها ما تجيش مليحه والله معليش تجيني نعاود نصورك كيف ديجا كنت الاج دو 10 12 ans هكذاك ابوكري كنت نقرا وكانوا واحد الوقت طلبونا لي فوتو باش نديروا لي كارت سكولار ورحت الفوتوغراف كان يقولوا له سالم صور لي باك حاجه الله يرحمه كان هو تقريبا لي في بسكره برك رحت صورت عنده صورت وشفت هذاك من بعد بقيت نشوف لا فوتو كيفاش يعني عبد يخرج في تصويره في كارت هكذا عاودت نروح للمحل تاعو والقرايه نروح للمحل تاعو نتعلم لا فوتو نشفى روحي هنا كنت كنجي نصور كانت لو تريبي هذاك والصوره ما نلحقش الصوره كانت الصوره هذيك نشوفها من هكذا نطلع فوق الكرسي بس نصور كل حاجه هي في حياتي كل حاجه في لا فوتو ما نقدرش نقول لك شو تمثلت مثلي كلش والله كلش مثلي كلش حياتي مستقبلي مون باسي كل حاجه كي نشوف الصوره تاع
تعني لي كلش. دونك بعد ما شفنا لو فيلم تاع سليم تونسي راح نشوفوا ثاني ان اوتر فيلم ديما مع لي رياليزاتور جون يوسف بنطيس. هو ثاني بعثنا لنا فيديو اللي يحكي فيه على تجربه تاعو في الفيلم هذا وعلى المشاركه تاعو في عده مهرجانات. نروحوا نشوفوهم ونعاودوا نكملوا. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يوسف بنتيس كاتب ومخرج سينمائي في برنامج ضيف صيف. آخر أعمالي السينمائية كانت فيلم الكلمة الأخيرة اللي طرق من خلاله إلى جملة من المشاكل اللي تعرض لها يعني صانع الأفلام في الجزائر. الفيلم كان له يعني عدة مشاركات وطنية ودولية تحصل من خلاله على 7 جوائز وطنية و4 دولية. يعني من خلال تجربتي في التظاهرات السينمائية كان لي لقاء مع عدة صناع أفلام جزائريين واللي يمكن نقول لك بسهولة أنه يعني عندهم يعني مستقبل في في الميدان السينمائي حتى هم يعني مع ضعف التكوين الأكاديمي يعني اللي نعرفه إنه يعني قليل وما كانش في الجزائر. نحكي لك عن تجربة شخصية لأنه يعني أغلب يعني دراساتي كانت في الخارج، ولكن هذا ما يمنعش إنه نشوف بعض الأسماء يعني خصوصا انه المجال يعني الاخراجي مجال ابداعي يعني يعتمد بالدرجه الاولى على الموهبه والنظره الاخراجيه. عاد واش راك؟ هيا فرحني، وراك واصل بالسيناريو تاعنا. راني قدرت باش نجيب الشاب خالد في البروجي تاعنا. عاود عليكم مشاهدينا. بعد ما شفنا الفيديو تاع المخرج يوسف بنطيس راح نحكيو اليوم على المواهب الشابة. شفنا يوسف، شفنا سليم، ومعنا تاني اليوم ديز اكزامبل حاضرين معنا. دونك الجزائر عندها فريمون مواهب شابة اللي لازم دائما ندعموهم. نحكيو معاهم اليوم نشوفوا تجربتهم هما دونك جان ارتست، كل واحد كيفاش يحكي لنا التجربه تاعو في هذا الميدان. اسكو جاتكم صعيبه سهله؟ كيفاش يلا. دونك لي ديبي دائما سي ان بو كومبليكي، ستادير سورتو الواحد كي يبدا جديد مازال ما على بالوش، لانه الناس دوكا من الخارج راهم يشوفوا غير وي عندهم غيتاره يرفدوا غيتاره يسجلوا يغنيوا وهكذا كاع كنا نشوفوا فيها في الديبي. لكن كي تبداي تدخلي للدومين ارتستيك تبداي تشوفي بلي كاين عفايس كواليس اللي ما تعرفيهمش قبل، اللي كاين عفايس ملاح يقدروا يصراو لك، كاين عفايس ماشي ملاح اللي يقدروا يصراو لك. يعني لازم دائما هي من الاحسن انه يكون عندك واحد لي ينكادريك لي يورينك، لانه تقدري ديري غلطات لي نتي تشوفيهم حاجه عاديه، لكن الناس وسورتو حنا المجتمع تاعنا ما يرحمش. يعني كاين فنانين لي لحقوا ابخي 5 اون لا 6 اون لي داروا نجاحات كبار وكذا، تلقايهم دائما يعاودوا يجبدوا لهم التصويره تاعهم كي كانوا صغار، يجبدوا لهم فيديو ولا حاجه يعاودوا غناوها. على بها لازم مليح يكون عندك واحد لي ينكادريك لي يوريلك واش لازم ديري واش ما لازمش ديري. اكيد في كل ميدان كاين 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 صعوبات لي نلقاوها في لو باركور، كاين لي اوبستاكل لي يجيونا اون طون كو جون، ولا ميم كاين لي كبار دخلوا لان دومين ولقاو بزاف لي اوبستاكل. دونك لا بروميير دي شوز لي لازم تكون عند بنادم انه يكون واثق من نفسه على بالو واش راهو يدير. يفو بيرسيستي، يفو با تحبط يدك تقول خلاص انا كرهت كاع لحقنا لها هذيك ليطاب تاع خلاص سي بون هذه الاخرى ما نزيدش دوك نحي كلش. انا وحده من الناس اللي لحقت هذيك ليطاب تاع نحبس لي ريزو سوسيو دوك نديزاكتيفي انستغرام تاعي سي بون ما نزيد نحط والو كذا، خاصه انه ساعات تشوفي عفايس لي ضيق لك انت تكتبي وتخمي وساعات تسهري ومنها هيفا ما كاش الدعم ولا ما كاش الامكانيات. شوفي الامكانيات واحد اللي ما عندوش امكانيات ما يقدرش يدير حاجه كبيره، لكن لازم تكون عنده الاراده اقوى من الحوايج الاخرين كامل. دعم الامكانيات غادي من الدعم من الامكانيات. انا على بالي بروحي واش راني ندير، انا على بالي بروحي واش نسوى، وعلى بالي وين راح نروح، يعني ما نخلي حتى حاجه تحبسني. اسكو هيفا انت لقيتي لي ديجا يونكادري كي تهضري لي وجهك ولا اكيد؟ لا لا انا عندي لي يونكادريني، عندي ماناجير تاعي نسيمه جعفر بايلي نحييها بالمناسبه، هي صديقتي هي اختي الكبيره، هي الماناجير تاعي تدعمني توري لي، وانا دائما نعيط لها ليها. يعني الحاجه الاولى اللي نديرها نعيط لها
هم قالوا لي كذا، واش رايك في كذا، واش كذا واش كذا، يعني حتى كي ما نكونش مليحه انا مو غالمون نعيط لها ليها صافي، ما قعدناش في اطار تاع خدمه برك. الوغ نحيوها ونقولوا لها صحه عيدك. انا هيفا نعرفها لميس سامحيني من فضلك، هيفا نعرفها دوبي كلا كومونسي بدات في لي ريزو سوسيو و اون بيرسون امبيسيوز يعني تحب تخدم، واليوم رانا نشوفوا عندها دو شونسون تما سي انكوراجون سي موتيفون بلاك ان اكزومبل دوطخ جونز ارتيست. بون كوراج هيفا، ان شاء الله ربي يكمل لك. شوفوا هما تاني رايك وليد ومولود. الامكانيات هي المشكل الاول، الامكانيات ما كاش لي بوسيك ما كاش لي يدعمك، فهمتيني؟ صرت عندنا احنا في الجلفة ناقص بزاف، كاين نقص كبير. مش ناقص، ما كانش انعدام تام. سي مالو وزارة الثقافة مش تشوف في الجلفة، فهمتيني؟ كما نقولوا احنا تشوف فيها بصح المسؤولين تاعنا يسابوطوا، فهمتيني؟ ما صبتش كامل هكا اللي دعمك، ما كانش لي دعم باغ وزارة الثقافة، ما كانش فنانين، كاين صاحبي برك، صاحبك اللي هو مولود سي صاحبي والجروب تاعنا برك، احنا نوقفوا مع بعضاتنا، احنا نديروا هذه مليحه هذه مش مليحه هذه ديجا هذه نعمه. بصح جو بونس كو الوقت اللي رانا فيه كاين دي موايان كوميم، كاميرا الانترنت تقدر توصل صوتك وين تحب. كاين انا برومو على الانسان كيفاش بدات. تفضل وكيفاه راني درك راني بيا معاها. علاش كي تكون مورالمون ماكش مليح تشد جيتارات كومبوزي تجيك عفسه، زعما انا ما نكون كاع ما كانش دعم ولا ما نحوش نفهم على الدعم عندي. عندك مليحه الاراده، الاراده عندك تخدم، تكون عندك كونفيونس في روحك على بالي، باسكو من داك ثانيك لو كان تكون شغل فاب شغل طيحه ونوضه، تكون عندك شخصيه ضعيفه ماش تكمل. هي موسيقى كيما تريبيتيش نهار يروح لك شهر، زعما موسيقى راه لازم كل يوم تريبيتي هذيك ست سوايع تخدم، هي موهبه تكون اجور، هي موهبه فوالا. دونك تحبوا حاجه كيما هذه ميم كاين نقص امكانيات ولا نقص دعم ماشي في الدم، ماشي في الدم، وكاين هذيك الاراده، كاين الحراره، ان شاء الله بها تلحقوا وين راكم حابين. ان شاء الله اكزاكتومون. دونك لي جون هادو ما يستناوش اليد العون، لازم هو يكون واثق من نفسه كما قالت هيفا، يكون على باله واش راح يدير، يكون عندك بروديكتور، يكون عندك ماناجر. قبل ما تبدا بروديكتور كاين بزاف اللي يشوفوهم يعاودوا دي شونسون برا ويولي يحوسوا عليهم بالك دي رياليزاتور ولا يديروا دي كليب ويوصلوا تتخطيحوا في ان كو شونس. الدنيا هذه اوف ما نقولوش برك ان كو شونس باسكو ما يجيكش الزهر هكذاك برك من عدم، تكون هذيك الخدمه تاعكم الله الفن والاداء كيما انت باغ اكزومبل. انا ندعم، انا ندعم روحي باسكو انايا اللي كلش. لا ما فهمتنيش، هي مليحه لا كونفيونس اللي راك دايرها في روحك حاجه مليحه، مي كوميم يد واحده والله ما تصفق. ماشي باش نحبط لك من معنوياتك. انا كاين جروب عندنا كيما شتي الاسم تاع الجروب تاعنا اوركستر، ما كاين بيركسيونيز يلعبوا بيانو كاين. شكون اللي سمى لو جروب تاعكم؟ ما هو عنده جروب وانا عندي جروب. داكور. انا بديت مع جروب يسموه جروبي بلوز. ايه؟ جروبي بلوز راه مازلنا ريبيتي ونخدمه. داكور. اسمع انا جوي ميوزيسيان نخدم مع فهمتي. داكور. انا جو بونس كيما قالت هيفا يعني ان جون اللي في لي ديبي تاعو لازم يلقى واحد ينعت له الستيل اللي باسكو في الديبي ديما لي زارتيست ما يلقاوش الستيل تاعهم، دونك لازم واحد ياطرو ينعت له وين يسمعك ويديري. اكزاكتومون. ما انت تصيب روحك شغل بلوز اليز. ايه. كيما دوكا نتايا قلت لي بديت بالاناشيد ومن بعد كي كبرت شويه زدت تعمقت شويه في الموسيقى ايتو شفت بلي لو ستيل تاعك يكون شرقي بلوز اليز في الشرقي. ايه. في الراي وسي الراي. ايه. سي صح. الراي القديم. مازلنا قاعدين معانا ساره اليوم ما تراحيش قاعده حلوه معاك بياسر. ايه. مازال في القعده تاعنا متواصله بياسر ونروحوا توجور لهيفا تزيد تعطينا مقطع. يلا متعينا هيفا اليوم ديرو ديو نديرو لا شونسون تاعك. لا شونسون تاعي نوتريست فوالا اللي خرجت عندنا. نشوفوا مقطع مع هيفا ونعاودو نرجعو لكم بيان سور. اوكي. عارف قلبي هواك ولفت بغيتك ما نوليش للور، دنيا ما تسواك علمني نسامحك علمني لامور، كل شي راح معاك ما قلت لي شاديو علي صن رتور، وتمنيت قلبك يحن علي مرة على مرة، ما قدرتش نواجهك صعيب علي يا كان أمرا، عييت ومليت عشقك وعلم عيشة مرة يا نوتري ستار
كي ما تتنساش عطيني اسبوار يومنك انا ما نبراش يا نوطري استوار حكاية ما تتنساش عطيني اسبوار يومنك انا ما نبراش ويل انت نسيتني انا ما زال ما كاش كيف صوت وحضور ما شاء الله عليك هيفا ان شاء الله تزيدي تنورينا اكثر واكثر مع شبيبه تاعنا بيان سور ناس الجلفه اللي نعاود نوجه لهم تحيه ونقول لهم صحه عيدكم نرجع ليك ساره دونك انا في الموضوع تاع اليوم حبيت نحكي على المواهب الشابه جوستومون اللي بالك ما تلقاش الدعم ديما عندنا موضوع تاع لي زونسيان زارتيست وعندنا المواهب الشابه انا نقول باللي القدم ما نفرطوش فيهم دونك ما نهمشوهمش واللي جون تاني لازم بروفيتيو بهم ولازم نشجعوهم دونك لازم يكون هذاك ليكيليبر باش نتي هذاك ليكسبيريونس تاع القديم ولا كرياسيون تاع جديد بالك راح يكون ان بون ريزولتا بيان سور بيان بين القديم والجديد راح تكون حاجه ما شاء الله يعطيك صحة شكرا لك نروحوا لركن نواغي بلون ونعاودوا نرجعوا لكم انت كذاب انت انا يا هنا مانيش معاك يا ترى الله روح انا برا راني معاك انت كيف هذا قبيل تقول باللي عندي ثلاث رصاصات في الكتف وريفورمي 75% وذكرك بالطوموبيل رافدة على كتفك هي والبورط باقات الكل يا خويا كلوا فينا يا خويا وانت شاب دخلك نيفو باتك ذب رسلوا كنترول علي انا راه تخلصني من جيبكو يا والله ونوض نمرضك انت تمرضني تاع شوف انا نضربك شوف نريفورميك 100% يا دعو شر يا وجافني يا رب الله وش راك تدافني نوضك تشدك على امك شوف اسي انا وسيد نرفوه وراني مسكون مركوب يا راني اكثر منك يا مدافنا روح افني خلك شوف ام طبيقه شوف لي راك راجلي تخرج معايا راه صرف ليه اصلا محمد راه بعدنا لحم ودك انت كاش نهار نهك تا لك يا راه بعدنا امشي هيا الله نعطيك طلع شوف سيسو هنا عثمان عليوات التاكسي المخفي ما يخفلناش بلي عثمان عليوات فنان بمعنى الكلمه اللي يخلي اثر كبير في الفن بيان سور هادو من الاعمده كما هو كما سبكتر الطاهر كما كاين دي زوت واش تعرف من بين اللي فيه تاع عثمان عليوات عثمان عليوات بوعمامه بوعمامه داكوغ انت يا مدون هذاك كما اللي حكاو عليه كرنفال في الدشرة كرنفال في الدشرة تضحك كاين واش ضحكنا فيه سي فري كومبوزيتور هو قال سمعت بلي كومبوزي وي هيفا واش تعرفي من اللي فين من اللي فين تاع عثمان عليوات تبع الطاكسي المخفي تاعو وعايله كي الناس عايلك ضحكتي شويه اي ضحك يعني ما كانش في من يقدر الفن الجزائري ما يخفناش انه واحد يمد بزاف للفن الجزائري والسينما الجزائريه اكيد افلام تاعو ما كانش اللي ما يعرفهمش وما كانش اللي ما ضحكش عليهم وي اكيد
عثمان عليوات كاين كيما يقول لك واحد من بين جماعه كبيره 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 من الفنانين تاعنا اللي لحد الان مازلنا نضحكوا وحنا جيل ورا جيل مالغري بيازا واحده في الجزائر هو نعم بيازا واحده في بيازا واحده وكاين كلمات اللي قاعدوا تاعو كيما بالضبط ريفورمي ولاو يديروا بهم لي ميمز ولاو يخدموهم دي تي شيرت ثاني ولا تاع ديك حاب نتخيل ولا تاع عاود لي اللقطه تاع الرنة عاود لي اللقطه تاع الرنة اكزاكتومون ما كاينش اللي ما يضحكش في هاد لي فيلم تاعو. وعلى ذكر فنان القدير عثمان عليوات نوجه له تحيه كبيره 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 وتقدير ونقول له صحه عيدك يا فنان المحترم القدير. ونختم الفقرة هذه نواغي بلان وما زلنا متواصلين معكم أعزائنا المشاهدين ما تروحوش. يا حوجي من دار ما فيهاش فراش مخمل وين راحت مولاتو اللي كانت واقفة صدت ومشات هجرت ذاك البر انا زادت هجراتو. يا حوجي من دار ما فيهاش فراش مخمل وين راحت مولاتو اللي كانت واقفة صدت ومشات هجرت ذاك البر انا زادت هجراتو. يا دير الركب اللي راح للقبل تلاح هزها في الالواح ما لحنينا. يا دير الركب اللي راح للقبل تلاح هزها في الالواح اما لحنينا. نجمة طالت ما بين نجومة ويا محلى كلمة لميمة لو كان دومة. نجمة طالت ما بين نجومة ويا محلى كلمة لميمة لو كان الدوما. بارك الله فيك وليد، كانت أغنية جد مؤثرة وعليها اللي نقول الله يرحم جميع موتانا. الله يرحمك يا أمي امتي في هذيك الرقدة وإن شاء الله يجعل دارك الجنة يا رب. إن شاء الله. معليا غير نقول لكم مالوغوزمون خلاص وقت الحصة اليوم ما شبعناش القعدة هذه الزينة معكم. إن شاء الله ربي يزيد يلاقينا في ساعة واحدة أخرى زينة جينا اليوم. أعزائي المشاهدين بقوا على خير، مازال أعداد ومازال مفاجآت أخرى بحول الله. طبعا على خير. وملي رحت يا ما فاتوا ليام حين كبار رقدي هان يا ما وليدك ولد حلال وصبار. وملي رحت يا ما فاتوا ليام حين كبار رقدي هان يا ما وليدك ولد حلال وصبار. وما تخافيش عليا يا اما وما تخافيش عليا يا اما يبقى راسي مرفوع مهما صار وكيما وصيتيني يا اما نتهلا في خوتي صغار. كنا في دار وحدة لمت نار انا وخوتي عايشين فيها وكي رحتيش حالة عذبنا جهة. وخليتيني بلا بيك
عايش في ظلمه والناس الغالي بليتيني، عايش مقهور من هذه الكلمه ومن اللي رحت ياما، فاتوا الايام حاين كبار وبديهان ياما، وليدك ولد حلال وصبار. يعطيكم الصحة لكيف، ربي يحفظكم إن شاء الله.